بكم إلى منجز الأخبار من أونلاين. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية برفقة وزير الدفاع الفريق محمد زكي. قال السفير بسام رازي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس التقى عقب أدائه صلاة الجمعة عددا من ضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تولي الليبيين مقاليد الأمور دون تدخل من أي طرف خارجي في شؤون ليبيا واختيارات شعبها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظير الليبي محمد الطاهر في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تمت مناقشة التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية وجهود تحقيق التوافق الوطني. حذر الجيش الليبي من نية أطراف دولية الوجود عسكريا جنوبي البلاد تحت ذريعة التصدي للهجرة غير الشرعية. اعتبر الجيش في بيان هذه المساعي انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واعتداء سافرا على ليبيا وسيادتها على أراضيها. قال مصدر رسمي أردني لرويترز إن هناك تقارير مؤكدة عن وقف إطلاق نار في جنوب سوريا يفضي إلى مصالحة شاملة بين الجيش والمعارضة. كان وزير الخارجية الأردن أيمن الصفدي أكد أن بلاده تجري اتصالات مستمرة لوقف القتال في الجنوب السوري. نزيد من الأخبار على رأس الساعة.